قصة في خان يونس أساس أن مدينة خان يونس هي آمنة، وأساس أن كل الناس تيجي على خان يونس سواء الشمال وأهل غزة يجوا على خان يونس، كان هي منطقة آمنة، ولكن للأسف يعني الليلة كانت اللي أصعب ليلة شفناها في خان يونس. طلعونا من غزة قالوا خان يونس يعني منطقة آمنة. الآن فيش منطقة آمنة في غزة، يعني القصف الليلة في خان يونس مختلف عن كل ليلة يعني، والحمد لله رب العالمين هينا قاعدين.